جديد. هسه جايين على إشي كتير حلو. إيش هو؟ أنواع السيريز. ليش أنا بدي أتعرف عن أنواع السيريز؟ بدي أتعرف عن أنواع السيريز عشان شوفوا ما أسهل الموضوع. مش أنا بحسب convergent و divergent. إذا أنت شفت إنها هاي السيريز مثلاً، هسه هناخد أول نوع جيومتريك، ثاني نوع تلسكوبينج، ثالث نوع هارمونيك. الجيومتريك شفت لمحت إنها جيومتريك، تعال بسرعة طبق الأشياء اللي تبعت الجيومتريك مباشرة بتطلع على convergent و divergent. شو يعني هذا الحكي؟ التايبس اوف سيريز بتسهل علي، انا مجرد ما اعرف السيريز امسكها احطها تحت شروط الجيومتريك، كيف بوجد انها كونفرجنت بالدايفرجنت للجيومتريك اسهل ممكن ما اني احل بطرق ثانيه مثلا. تمام، اول شغله الجيومتريك سيريز اختصارها جي دوت اس، هي اول شغله. ثاني شغله الها تو جنرال فورمولاز، الها صيغتين ممكن انك انت تشوفهم عليها. أول صيغة اللي هي سيجما A في R قوة N minus 1 from N equal 1 to infinity، والرمز الثاني سيجما A R قوة N أوكي from N equal إيش بتتخيلوا؟ شو تتخيلوا؟ لما أنا حطيت بدل الـ N-1 حطيت N، شو تتخيلوا N تبلش من وين؟ زيرو. ممتازة، من الزيرو. زيرو. ممتازين، من الزيرو. هذا الحكي بيشترط إنه A ما تكون صفر، طبيعي لأنها رح تضيع لي كل الجيومتري، يعني كل السيريز. شو يعني هذا الحكي؟ تعالوا نفكها. خلوا ببالكم إنه A مش صفر، هاي خلوها ببالكم، A مش صفر. تعالوا نفك هذا الإشي. نعوض N يساوي واحد. سواء انت طبعا فكيت هاي ولا فكيت هاي نفس الاشي راح يطلع. تمام، هاي وهاي نفس الفك، هذا نفكها تحت. A في R قوة 1 ناقص 1 R قوة 0 1، اذا اول حد A زائد حد الثاني R قوة 2 ماينس 1 اللي هي R قوة 1، اذا AR زائد R قوة 3 ماينس 1 R تربيع، اذا AR تربيع زائد امشي AR تكعيب، ضلك عوض، راح تضلك تمشي. تمام، سواء عوض بالأولى أو بالثانية. شو قصة الجيومتريك سيريز؟ قصة الجيومتريك سيريز اللي بيميزها حاصل قسمة الحد التالي على السابق ثابت لجميع حدود السيريز. يعني أجع بال سيرين تقسم هذا الحد على هذا اللي هون، تقسمه على هذا، نجرب نقسمه. AR تكعيب على AR تربيع كم؟ R. أجا عبال شمس تقسم هاد على هاد، نجرب AR تربيع على AR كم؟ R. R. أجا عبال مين هسا سندس؟ أوكي، تقسم AR على A كم؟ R. صح؟ راحت إخلاص لاحظت إنه حاصل قسمة أي حد تالي على أي حد سابق هو مقدار ثابت وقيمته R. إذن R هي عبارة عن المقدار الثابت اللي بنتج من حاصل قسمة الحد التالي على الحد السابق في الجيومتريك سيريز. طيب A زي ما أنتم شايفين A عبارة عن أول حد في السيريز. تمام، بس بي كيرفول انك اذا انت قسمت هذا هذا لازم يطلع المقدار الثابت. اذا انت مثلا افرضوا معي هيك A او بل نسميها A، نسميها اي رمز، اي رمز شيء معين هون زائد AR زائد AR تربيع زائد اوكي، اذا حاصل قسمة كل اللي هون كل حد على الحد اللي قبله R ما عدا هاد، اذا هاد خليه على جنب، هاد مش جيومتريك، بتبلش الجيومتريك من هون، من هذا الاشي اللي هون. بس هذا الاشي رح ناخذ عليه هسه مثال بلا ما اخربط لكم، بسنة شوي، خلينا حبه حبه. هسه اول شيء عرفنا R عبارة عن حاصل قسمة الحد التالي على السابق في الجيومتريك سيريز وهو مقدار ثابت. شوفوا ما اسهل الحياة، بحكي لك كيف انت تعرف الجيومتريك سيريز كونفرجنت ولا دايفرجنت. شوفوا ما اسهلها، هذا R
إذا أخذت لي القيمة المطلقة، إذا أنت رحت أخذت القيمة المطلقة لـ R طلع أقل من واحد، أنا بقول لك الجيومتريك سيريز هي كونفيرجن. ومش بس بقول لك هيك، المعلومة الأولى اللي بحكي لك إياها إنها هي كونفيرجنت، والمعلومة الثانية بحكي لك إنه مجموع الجيومتريك سيريز بدي أرمز له بس بالرمز S من كلمة sum، هو عبارة عن الحد الأول على واحد ناقص الحد الثابت. بي كيرفول، الله يرضى عليكم، تغلطوش أغلاطي. أنا هون شو كنت أغلط؟ مثلاً هون كنت أروح أفحص القيمة المطلقة لـ R تطلع أقل من واحد، صباب الوضع لهون تمام. كنت زي الشاطرة أجي تحت أخذ القيمة الموجبة لـ R هون، لا هون فيش قيمة مطلقة، هون ما في قيمة مطلقة، يعني R عفرت طلعت سالب نص تمام. القيمة المطلقة لـ R أقل من واحد، ما هي نص أقل من واحد، هون تيجي بتعوض سالب نص، ما بتيجي بتعوض نص لأنه في شيء، خلاص هي R نفسها اللي طلعت معك مش القيمة المطلقة إلها. هي أول شغلة. إذن أنا بمجرد ما فحصت وطلعت جيومتريك سيريز فحصت الـ R وطلعت أقل من واحد، إذن بكتشف إنه جيومتريك سيريز كونفيرجنت والمجموع إلها عبارة عن الحد الأول على واحد ماينس المقدار الثابت. إذا فحصت القيمة المطلقة لـ R وطلعت أكبر أو يساوي واحد، المعلومة الأولى إنه جيومتريك سيريز دايفيرجنت. يا عمي شو معنى دايفيرجنت؟ لا لا جد، شو معنى دايفيرجنت؟ إنه المجموع ماله؟ ما في مجموع، ما في مجموع. معنى كونفيرجنت إني أنا بقدر أوجد رقم يكون حاصل جمع كل هاي الأرقام بتروح لإله، يعني كأنه مجموعها عبارة عن هذا الرقم، بقدر أسيطر على حاصل جمع الأرقام اللي جوا السيريز. دايفيرجنت معناها ما فيش رقم تقدر تحطه والمجموع يقرب عليه أو يكون هو، فيش، أنت مش قادر تسيطر على الجواب. فهذا معناه إنه السيريز ها أوكي it has no sum. مين هاي السيريز الأصلية اللي هي الجيومتريك سيريز؟ حلو لحد هون؟ صباح الوضع لحد هون؟ تمام. نيجي نطبق. أنا ما بتأكد إلا لا نطبق. أوكي هاي نطبق. بحكي لي السؤال find the sum of the geometric series. طبعاً be careful، أكيد مش رح يحكي لك نهاية geometric series هسا هون، بس لأنه تطبيق، يعني لأنه تطبيق جاي بحكي لك. هو بحكي لك find the sum of the series مثلاً، فأنت رحالك بتروح لك تفحص إيش نوع السيريز، وأكيد كونه بحكي لك find the sum بدك تعرف إلها sum، إذا بدي أفحص هي convergent ولا divergent، لأنها إذا convergent إلها sum، divergent ملهاش sum تمام؟ أوكي هيني بغششكم، بحكي لكم هو بالسؤال ما بحكي لك إنها هي geometric. be careful. طيب هذا الحد الأول، هذا الحد الثاني، هذا الحد الثالث، هذا الحد الرابع في الجيومتريك سيريز. الحد الأول A كم قيمته؟ A بتساوي 5. طبعاً هات نقسم الحد التالي على السابق، نقسم هذا تقسيم هذا. أول شغلة 40 على 27، طبعاً هذا تقسيم 20 على 9 عبارة عن ضرب المقلوب، يعني 20 40 على 27 ضرب 9 على 20. كاني ناسي إشي؟ ناسي إشي؟ سالب. سالب. ممتازة، السالب هون كتير مهم. طيب هاي مع هاي 2 20 2 9 على 3 إذا ماينس 2 على 3 ماينس 2 على 3. هل أنا بقدر أحكم من هون إنها جيومتريك؟ أبداً لا، عم نعمل أكثر من وحدة. بالضبط، بدك تجرب تقريباً الأول 4 5 اللي بعطيك إياهم. طيب بدنا نقسم 20 على 9 تقسيم سالب 10 على 3 اللي هي ضرب المقلوب، ضرب سالب 3 على 10. هات يلا، هاي مع هاي 2 2 وماينس ماينس 2 على 3 برضو. حلو، ضايل آخر واحدة اللي هي سالب 10 على 3 تقسيم اللي هي تقسيم 5 اللي هي ضرب 5 هي ضرب 1 على 5. بالضبط، هاي مع هاي 2 إذا سالب 2 على 3. هل طلعوا نفسهم؟ حلو، كانوا طلع حاصل قسمة الحد التالي على الحد السابق ثابت، إذا مباشرة R تساوي ماينس 2 على 3. خلاص نسيت متى الجيومتريك سيريز ومتى كونفيرجنت ومتى دايفيرجنت، ممكن حدا يذكرها؟
بدنا ناخذ كل المطلقه اذا طلعت اقل من واحد بتكون كونفرجنت اكبر طيب. اكثر من واحد دايفرجنت هي القيمه المطلقه ل ار اللي هي عباره عن قيمه مطلقه لايش للسالب 2 على 3 واللي هي اقل من واحد 2 على 3 اقل من واحد شو بتستنتج منها كونفرجنت ممتازه اذا الجيومتريك سيريز كونفرجنت بس هاي المعلومه اللي بتعرف فيها سيرين بس هاي بتساوي ايه على واحد ممتازين ممتازين جدا السم عبارة عن الحد الأول على واحد ناقص الحد الثابت يلا الحد الأول خمسة على واحد ناقص على واحد ناقص واحد زائد على واحد زائد اثنين على ثلاث ماينس الماينس أها الحمد لله رب العالمين ماينس اثنين على ثلاث بديش إياكم تغلطوا غلطة انتبهوا هنا القيمة حكينا آر مش قيمة مطلقة هون إذا هي زائد اللي هي 5 على 3 زائد 2 5 على 3 هي اللي هي 5 ضرب 3 على 5 واللي هي 3 شفتوا ما أسهل الحياة؟ عرفت أنها جيومتريك فحصت R قيمة مطلقة لـ R أقل من 1 إذا كونفيرجنت السم إلها الحد الأول على 1 كمان مرة عدنان وإذا طلعت أكبر إذا طلعت أكبر من واحد بتكون دايفرجنت مباشرة تحكي ولا إشي تكتب له شوف إذا مثلا طلعت 3 على 2 مثلا طيب هاي أكبر من واحد تكتب له الجيومتريك سيريز دايفرجنت هاي أول شغلة تاني شغلة الجيومتريك سيريز هاز نو سم ما إلها مجموع أوكي اوكي حلو يلا اوكي جايين على فكره صراحه الفكره كتير حلوه ايش الفكره بتحكي الفكره هاي اخذناها بالمدارس طلع شو بتحكي رايت ذا نمبر 0.02 دوري as a ratio of integers ايش معنى هذا الكلام؟ معناه كأنه أنا عندي عدد عشري دوري المطلوب مني أكتبه على حاصل قسمة عدد على عدد بديش أكتب A و B لا تروحوا بس متخربطين بالجيومتريك سيريز نكتبها N M على N N على M اللي بدكم إياه يعني هذا عدد وهذا عدد بالملخص هو بدي يعني احول هذا العدد العشري الدوري لهي الصوره احنا صراحه بالمدارس عارفين الرقم مباشره عارفينه من هون لكن انا مش مطلوب اني اعرفه مباشره المطلوب مني هون احسبه كيف بدنا نحسبه طلعوا هسه لما انا احكي بوينت 0.2 هاي شو معناها رياضيا هو بوينت 2222 لما لا نهايه ممتاز يا سرين هي عبارة عن 2 2 2 2 2 2 وامشي للما لا نهاية والله واجع بال إخلاص تحكي لكم أنا بدي أجزئها لا عبارة عن 0.2 حلو شوفي هاي 0.02 بدي أحطها زائد 0.02 0.002 0.0002 وامشي للما لا نهاية هل هاد نفسه هاد؟ نفسه لو انت تيجي على الحاسب تجمع هاد رح يطلع نفسه هاد تمام؟ بس انا اجي على بالي افككه طيب ممكن لو سمحتوا نجرب نقسم هاد على هاد وهاد على هاد وهاد على هاد نشوف شو يصير معنا اول شغلة 0002 على 002 هاي على الأقل الحاسب رح تطلع 10 بالضبط 002 على 02 برضه 10 02 على 0.2 بالضبط على 0.2 برضه 10 لاحظوا يعني هي جيومتريك سيريز بالضبط قدرت أنا أكتبها على شكل جيومتريك سيريز صلاة النبي هذا الحكي معناه إنه أنا آر. شوفوا مباشرة بكتب له so it's geometric series طبعا هذا تطبيق على geometric series إنك أنت تحول من عدد عشري دوري ل M على N
هذا التطبيق على جيومتريك سيريز تمام. طب هسه هاي جيومتريك سيريز with r equal كم؟ أشهر أشهر r عبارة عن القيمة الثابتة حاصل قسمة الحد التالي على السابق. طيب a كم تساوي؟ خليها بالحسبان. 2/10 حلو 10 2/10 صح 10. طيب القيمة المطلقة ل r كم تساوي؟ 10 نفسها 10 10 أقل من 1 إذن هو convergent. إذن geometric series convergent مش معلومة وحيدة في كمان معلومة كمان عندنا a اللي هي السام تساوي هي 2 دوري أو 2 بالعشرة دوري بتساوي a على 1 ناقص r. ممتاز 2 بالعشرة بالضبط اللي هي 2 بالعشرة دوري هي عبارة عن الحد الأول على 1 ناقص الحد الثاني. الحد الأول 2 بالعشرة على 1 ناقص 10 واحد ناقص عشر اللي هي 0.02 على 9/10 2/9 فهمتوا كيف؟ أنا بس حولت العدد العشر الدوري لبسط على مقام. كيف؟ عن طريق إني فكفكتها لجيومتريك سيريز مش أكثر من هيك. لأتأكد إنكم فاهمين وأحكي لكم عن الفكرة، تشوفوا الفكرة اللي قبل شوية كنت بحكي لكم عنها. تعالوا نحل هذا المثال. إكزامبل بحكي 6.254 طلع وين الدوري؟ بس على 4/5 تمام؟ بدي إياك تعرف إنه كيف تكتبها على الحاصل إما على إن. نفس السؤال أول شغلة 6.254 طب مو لشو بدي أجزئها؟ هو مع القصة جرب نجزئها. بس هي بتكون 6.254 لما لا نهاية يمشي. طيب كيف ممكن أكتبها؟ بناخذ ممكن إنه 6.2 بلس 0.0054 وهيك يعني 4 وبرضو كمان بدي أفهم شغلة. هسا انت هيك قفزت عن كم منزلة؟ احنا قفزنا هون عن منزلة لازم زيرو واحد زيرو واحد بالضبط زيرو واحدة. طيب 5/4 ليش؟ لان احنا شلنا من هذا الرقم بس هاي المنزلة اذا وقفنا هون اذا بدل هاي المنزلة زيرو 5/4 هيك شطبنا ثلاث منازل زائد زيرو 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 شطبنا ثلاث منازل 5/4 زائد رح تشطب كمان ثلاثة بدك تصفي اجمع صير 5 أصفار بالضبط وامشي. طيب هاي لا ما تمشيش بدنا نرد نكتب اوكي استنى احنا شطبنا هاي وشطبنا هاي وشطبنا هاي شطبنا هاي شطبنا هاي شطبنا 5 صح اذا 1 2 3 4 5 وهي 5/4 هسه امشي للمره النهائي. لو حاولنا نقسم هذا الحد على هذا الحد وهذا الحد على هذا الحد وهذا الحد على هذا الحد نشوف شو بيطلع معنا نشوف شو تطلع معنا. أول شغلة نكتبها على جنب. هذا الرقم أوكي 0000054 تقسيم 0000054 رح يطلع 1% بالضبط 1% نقسم هذا على هذا اللي هو 0000054 054054 بالضبط برضو 1% بالضبط رح يطلع 1%. طيب أساس الأخيرة 0.46.2 هل راح تطلع 1%؟ لا لا يعني الجيومتريك ببلش من الحد الثاني. ممتازين جدا صراحة مش عارف سندس ولا شمس اللي حكيت بس ممتازة ممتازة يا سيرين. هذا ما راح يطلع 1%. إذا الفكرة هون بس ولا إشي غير إنه قصة الجيومتريك سيريز راح تبلش من هون هون بس. هسا مش رح أنا بالآخر رح أطلع من الجيومتريك سيريز رقم إذا طلعت كونفيرجن طبعاً. إذا طلعت كونفيرجن طلع جوابها رقم بس بجمع 6.2 للرقم اللي طلع من هون ولا أسهل منها. طيب هاتوا هسا R عنا 1% يس القيمة المطلقة لها برضو 1% أقل من 1 يعني كونفيرجن. نيجي على هاي البند الأقوس. أول إشي حكيتولي هاي جيومتريك سيريز with R equal اللي هي 1% 1% و A بتساوي 0.054 شو رأي البقية؟ 0.054 ولا 6.2؟
بوينت زيرو خمسة أربعة بتاكدين؟ اه لا نصير سبرش من عندها ممتازين. أنا هاي الثقة اللي بحبها. كانوا الجيومتريك سيريز بلشت من هون، إذا أول حد في الجيومتريك سيريز هو اللي اسمه إيه؟ طيب القيمة المطلقة لـ R دامش زي ما حكت سيرين هي القيمة المطلقة لـ 1% نفسها 1%. هل الـ 1% أقل من 1؟ أقل من 1. طيب ممتاز. إذا بس السم يساوي الحد الأول على 1 ناقص الحد الثاني. بالضبط. الحد الأول اللي هو 0 5 4 على 1 ناقص 1% بالضبط 1 اه 1% اللي هو بيطلع 0 5 4 على 0.9 99 يس 99. طب هل انتهى حلي لهون؟ بدنا نضيف ممتاز. لا حكيت انا لازم نضيف 6.8. ممتاز جدا. السؤال ما بيسألني بس على هذا الدوري، السؤال بيسألني على 6.254 كله. إذا هذا عبارة عن 6.2 زائد 0.54 على 0.99، هذا هو الجواب اللي راح يطلع على شكل كسر. تجدوا أنتم مش قصة. تمام؟ تمام. فاهمين جيومتريك سيريز؟ يس. أشوف؟ يس. حلو. خلصنا جيومتريك سيريز. فهمنا شو يعني؟ يعني أنا بمسك الجيومتريك سيريز إلها صيغتين يعني صيغ عامة تنتين، معناها بقسم حد تالي على حد سابق بيطلع لي إشي معين. الشغلة اللي بعديها بس بليز خليني أتأكد من شغلة. قبل أن ننتقل للثانية بس خلينا نأخذ سؤال حلو على الجيومتريك سيريز. شوف شو السؤال بحكي لي is the series sigma 2 قوة 2 n في 3 قوة 1 minus n from n equal 1 to infinity convergent or divergent. أنا برأيي في طريقة نمشي فيها. الطريقة الأول إنه ممكن نفك نوجد sn limit، ممكن انه لازم نخلي يعني نظبطها بطريقه انه من القواعد القاعدتين اللي فوق خدناهن. هاي الطريقه الثانيه انك تحاولي تكتبيها على الفورمولاز تبعت الجيومتريك سيريز. هسا اذكرك فيها الجيومتريك سيريز ما دام n تساوي 1 كانت الفورمولا تبعتها from n equal 1 to infinity كانت a في r قوه n minus 1 n ناقص 1. اذا انا بدي احاول اكتب هاي على شكل رقم في رقم قوة n minus 1. طيب سيجما 2 قوة 2 n في 3 قوة 1 نطلع السالب برا. اوكي من هون قصدك عشان نخليها n عشان تصير n ناقص 1 بصير هاي سيجما. بس قبلها 2 قوة 2 n مش تقدر تبسطيها؟ بتصير 4 قوة n او اللي هي 2 في 2 قوة 2 الكل في n 2 قوة 2 الكل قوة n اللي هي 4 قوة n. هاي 4 قوة n في ثلاث قوة. سيرين تحكي لي عشان أجيب هاي الصيغة، هاي الصيغة بدي أطلع السالب برا. حاضر هاي طلعنا السالب برا. طبعا لما نطلع نعكس أماكنهم اللي هي n ماينس واحد أها بلشت الأرقام تقرب. نخليها بسط مقام لأنها سالب تصير 4 قوة n ما مضبوط؟ تخليها بسط بزبط بس أوكي. هاي سيجما 4 قوة n على 3 قوة n ماينس واحد. هسا ما هو انتبهي بدك ترجعيها لصيغة إشي قوة n ماينس واحد. يعني لو بنطلع 4 بنطلع 4 بتصير عشان نخليها كله n قوة ماينس واحد يعني حلو. نطلع القوة بالضبط. لو طلعتي 4 برا إيش رح يصير؟ بتصير 4 قوة n ناقص واحد على 3 قوة n ناقص واحد يعني اللي هي 4 على 3 الكل قوة n ناقص واحد مضروبة في 4. فكثر جاهز السؤال. حلو يا جماعة شو بتعمل سيرين؟ اللي بتعمله كالتالي تضرب في 4 وتضرب في 4 قوة ماينس 1. هاد ليه؟ 4 في 4 قوة ماينس 1 اللي هو 1 ناقص 1 0. 4 قوة 0 1 كأنها ضربة بواحد. احنا بالرياضيات عندنا تضرب وتقسم على نفس الرقم مش مشكلة، هون x وهون x تضرب وتقسم عليه مش مشكلة لأنه بصفي انت عم تضرب وتقسم بواحد. تضرب
بالرقم دوت الرقم مرفوع لا قوة عكس هذا مش مشكلة لأنه راح كأنك أنت ضارب بواحد لأنه أربعة هي عبارة عن واحد ماينس واحد هي أربعة قوة صفر اللي هي واحد برضو مش مشكلة تمام؟ هذا هو السرير اللي بتعمله هون. طيب أنا ماشي مع سرين أربعة هاي تطلع أربعة برا هاي تطلعها برا اللي هون هاي المجموع في أربعة قوة n ماينس واحد على ثلاثة قوة n ماينس واحد تخيلوا خبافة سرين ليش بتعمل هذا الحكي؟ عشان تخلي هاي الأربعة برا وتحط المجموع وتحط الأربعة على ثلاثة هون وكلها قوة n ماينس واحد تخيلين؟ طبعا سيرين طلعت برا المجموع دخلت جوا مش فارقة يعني هاي نفسها مجموع أربعة في أربعة على ثلاث قوة n ماينس واحد تمام؟ from n equal واحد to infinity. هل هاي الصيغة نفس هاي الصيغة؟ نفسها نفسها. إذا لما هو عم يسألني convergent ولا divergent إيش المفروض أفحص؟ اللي هي أربعة على ثلاث اللي هي اللي R بالضبط سيرين بتحكي أربعة على ثلاث يلا هسا هي مجموع أربعة في أربعة على ثلاث قوة N ماينس واحد from N واحد سيرين بتحكي هاي مقارنة بالصيغة العامة A وهاي مقارنة بالصيغة العامة R إذا تروح تفحص R اللي هي أربعة على ثلاث والقيمة المطلقة لـ R مطلقة أربعة على ثلاث هي بتكون أكبر لا أكبر من واحد حلو فهو divergent ممتاز إذا divergent لو سأل هل إلها صم؟ ممتازين إذا سأل هل إلها صم؟ ما إلها صم واضحة ولا لا؟ واضح سؤال واضح عدنان عرفت لما يجيب لك ويطلع divergent شو تعمل؟ يطلع أكبر من واحد واضح جدا ممتاز عدنان اوكي معنا 9 دقائق نبلش بالتلسكوبين فيش مشكله هيك الله يسهل عليها الجيومتريك راحت طبعا لا خلصنا شرحها مش راحت ناكلنا ابدا تمام جينا للتلسكوبينج سيريز تلسكوبينج سيريز طلعوا فكروا معي بهيك فكرتها أول فكرة خلوها ببالكم التلسكوبينج فيها إشي اسمه بارشل سم والمفروض صرتوا خبرة فيه من بعد 7.8 أعتقد 7.4 مش شابتر 7 مفروض صرتوا خبرة بعدها البارشل سم قبل I'm sorry بالبارشل فراكشن والحماس أكيد سيريز تمام بالبارشل فراكشن تمام طيب الشغلة الثانية بهذا الإشي فكرته انت بتجمع هون مقدار زائد مقدار او ناقص مقدار بغض النظر وبتجمع زائد مقدار زائد مقدار زائد مقدار شو قصته كل اللي هون بشطب مع بعضه مره موجب مره ناقص مره موجب مره ناقص بضل اول حد واخر حد ومش دائما بس هذول اللي بضلوا بي كيرفول احيانا ممكن يضل حد بينهم انتوا بتكتشفوه لما تحلوا او حد جنب هاد او حد جنب اللي هون بس المهم فكرته انه كل شيء بشطب بعضه الا مقادير معينه وهي المقادير هي عباره عن المجموع تمام شوفوا لنفهم بعض اكثر اول شيء الصيغه العامه لإلها زي ما انتوا شايفين مجموع من ان سوى واحد لانفينيتي لواحد على ان في ان بلس 1 هاي الصيغة بحكي لك دايماً convergent طب يا أخي هدي شوي فهمني شو يعني convergent وكو divergent بالتلسكوبينج أنا بفهمك واحد على n في n plus 1 إحنا نكتبها partial fraction شو بنعمل؟ بنحط البسط هاي المقام زائد مقام أول حد n مضروب بإيش في n plus 1 طيب بدي إشي أقل منه بدرجة بما إنه هاد خط إذا بحطه وبما انه خط بدي احط ثابت طبعا رموز مختلفه تمام طيب من هون بستنتج انه من هون بس اوحد مقامات اوكي خلينا اوحد مقامات قدامكم a في n plus في n plus 1 زائد b في n ممتازه سبب واحد على n في n plus 1 شوي هون على 1 في n plus 1 اذا تساوت المقامات فان البسوط متساوي تمام إذن البسط A N بلس واحد زائد B N يساوي واحد
المطلوب مني أوجد قيمة A وقيمة B. طيب كيف بدي أوجدهم؟ بديهياً بنعوض N بتساوي صفر و N بتساوي ماينس واحد اللي أصفار المقام. ممتازين جداً. أول بتخلي الفكرة إنه بدي أشوف شو الإشي اللي بصفر المقدار هاد وشو الإشي اللي بصفر المقدار هاد. مرة راح يصفر هون ومرة راح يصفر هون. بأخذه كقيم. اسمعوا، لو شو ما أخذته قيم محل N صح، لكن إحنا أذكى شوي بدنا نستغل الوقت، بدنا إشي يطير البي مرة عشان أوجد A، وبعدها إشي يطير الـA خليه البي. شو اللي هو الإشي اللي بصفر اللي معها؟ بس إيش الإشي بصفر B؟ N تساوي صفر. طيب إذا هات نعوض محل N صفر، A في صفر زائد واحد واحد زائد B في صفر صفر تساوي واحد، من هون A تساوي واحد. الله يريح وريحني. طيب أنا رديت اخترت N تساوي سالب واحد، ليش؟ أنا N زائد واحد بديها صفر، معناها N تساوي سالب واحد. طيب من هون هات نعوض N تساوي سالب واحد، سالب واحد زائد واحد صفر، إذا A بصفر زائد B في سالب واحد وتساوي سالب واحد، تساوي واحد. ومن هون B تساوي ماينس واحد لأنه هالطار. هسا أنا هيك أوجدت قيم A و B. تمام؟ طيب القصة مش هون. طيب أوجدت قيم A و B وبعدين أنا بقول لك أنا عوضهم بال أيوة اللي هي A على N، اللي هي واحد على N، و B على N بلس واحد بتصير ماينس B ماينس بالضبط واحد على N بلس B. يعني من عوضهم صح، بس تعوض قيم هون في هذا الشيء اللي هون، مش مجموع اللي على اليسار هو نفس مجموع اللي على اليمين. طيب A على N محل A واحد واحد على N زائد B على N بلس واحد، N بلس واحد نفسها بس البي قيمتها ماينس واحد، هاي بدي أحط الماينس هون والواحد هون. تمام؟ هسا هون اللي ركزوا معي، هون صح صحصحوا معي، شوفوا شو القصة. القصة هون from N equal واحد لإنفينيتي. تمام؟ هاتوا نعوض، هاتوا نعوض. هسا بس سؤال لحتى أنا أعرف convergent ولا divergent، بلزم أخذ من إن تساوي واحد لإنفينيتي ولا بقدر أخذ إشي معين ومن إشي المعين أحسب له ليميت وأعرف؟ نقدر نأخذ أتوقع الـ Sn. ممتازة. الـ Sn كنت بقدر أخده اللي هو كان ذكرين إيش هو يسرين؟ اللي هو تكامل، مش تكامل يا ربي، مجموع K بتساوي واحد لN AK. ممتازة. بدل ما أخذ للإنفينيتي وأخذ هذا المقدار، بس اللهم ببدل رمز N بK وببدل حدود المجموع بتصفي. شوفوا شو أنا بدي أخذ هون وينو الاس ان، حكيناها من البداية هي مجموع AK from K تساوي واحد لN. مجرد معرفة اس ان واخدت لي ليميت لما انت تروح للملا نهائي، خلاص انا بعرف في السيريز كونفرجنت ولا دايفرجنت. تمام؟ طبعا هذا من وين بدي اجيبه؟ هاد بعد ما اوجدت الشكل هاد، بس ببدل محل ان كي ومحل الحدود اللي هي من واحد لان. طيب هات نشوف، بصفي مجموع واحد على كي محل ان كي، بس واحد على كي بلس واحد فروم كي تساوي واحد لان. هون اللي انا بحكي لكم صحصحوا معي، هات معوض كي تساوي واحد، المجموع بصفي واحد على واحد ناقص واحد على اثنين زائد الحد الثاني واحد على محل كي اثنين ناقص واحد. ناقص واحد على ثلاث. ممتازة. زائد بلس واحد على ثلاث ماينس واحد بلس ماينس واحد أربعة. ممتازة. زائد واحد أربعة ماينس واحد على خمسة. ممتازة. وضلكم ماشيين آخر امشي. أنا لشو بدي أوقف؟ طلع شو بدي أوقف؟ بدي اخذ هون بشطبهم مع بعض اللي هي ماينس ناقص. يلا بس هون بدي اخذ ان ماينس 2 وان ماينس 1 وان هدول اعوضهم هون هيك واوقف. تمام؟ هات نعوض ان ماينس 2 واحد على ان ماينس 2 واحد على ان ماينس 2 ماينس 1 على ان ماينس 1. ممتازه. اللي هي ان ماينس 2 زائد 1 ان ماينس 1. طيب هون واحد على N ماينس واحد ماينس واحد على N. ممتازة. خلصنا الثاني والأخير. واحد على N ماينس واحد على N بلس واحد. ممتازة جدا. طلعوا سالب نص نص، سالب تلت تلت، سالب ربع ربع، سالب خمس رح يشطب مع اللي بعده.
وهذا راح يشطب مع اللي قبله، والسالب واحد على ان مع الواحد على ان، والسالب هذا مع هذا. شو اللي ضل عندي؟ طلعوا صف عندي اس ان فقط واحد ناقص واحد على ان بلس واحد، طلعوا ما احلى الحياه. لما بدي اعرف كونفرجنت ولا دايفرجنت شو المفروض اعمل؟ سريع ناخذ الليمت. يس ليمت لما ان تقترب من ما لا نهايه، واحد على ماينس واحد على ان بلس واحد عباره عن ايش؟ واحد اوكي ليمت للواحد حلو واحد هاي صفر ممتازين، واللي هي واحد كونه اس ان رقم ايش بستنتج سريع؟ كونفرجنت تساوي واحد بالضبط، is convergent والسم equal واحد. اوكي بليز نطلع ونرجع ندخل. عدنا والعود احمد. يلا السؤال اللي بعده بيحكي لي بعطيني سيريز معينه وبسال هل هي convergent ولا divergent. انا كاخلاص ضربت عيني على المقام، شفت المقام، بقدر أكتبه كحاصل ضرب إشي في إشي، وهذا الحكي بيوديني لوين؟ لما أنا أقدر أكتب المقام كحاصل ضرب ممتازين مباشرة على الباشر فراكشن. طيب إخلاص حكيت لكم الباشر فراكشن وين تضرب عينكم؟ على أي أي سيريز؟ أوكي بالضبط أوكي فكرت مش حافظ الاسم مش مشكلة، اللي هي تيليسكوبينج سيريز ممتاز. إذن أول شغلة نفكر فيها يا جماعة الخير أكتب هذا الإشي على شكل partial fraction. partial fraction يلا اثنين على n تربيع ماينس واحد هي عبارة عن اثنين إشي في إشي، إيش هم؟ n ناقص واحد n زائد واحد ممتازين، n ماينس واحد في n بلس ون وتساوي إشي على n ناقص واحد بلس b على n بلس واحد. yes هون n ماينس واحد الإشي الأول زائد الإشي الثاني في المقام، والبسط أصغر من أقل من المقام بدرجة، هون خطي هون ثابت هون خطي هون ثابت. طيب إذا مباشرة نوحد المقامات بالضبط، أنا بني وعلي بضرب هاد في هاد زائد هاد في هاد يساوي البسط الثاني مباشرة، a في n بلس واحد زائد b في n a في n ماينس واحد يساوي اثنين ممتازين. شو المفروض أعمل؟ نعود نعود إن بتساوي واحد وإن بتساوي ماينس واحد ممتازين جدا. الأسهل علي لأصفر أصفر اللي مع الـ A والـ B. أول مرة لما إن تساوي واحد راح تصفر الـ B، إذن A في واحد زائد واحد اثنين A بتساوي اثنين، إذن A بتساوي واحد بالضبط، زائد زيرو بتساوي اثنين، ومن هون A تساوي واحد. حلو. طيب الشغل الثاني أخذ الإشي اللي بصفر هاد سوري اللي بصفر هاد خلصنا هي ماينس واحد اللي هي n ماينس واحد بالضبط. أول إشي صفر لأنه ماينس واحد زائد واحد زيرو، زيرو زائد ماينس اثنين ممتاز، ماينس اثنين بتساوي اثنين منها بي بتساوي ماينس واحد ممتاز. هسا مش يعني إنه هالمرتين طلعوا معنا A و B بهالأشياء تروحوا كل مرة، لا لا هدوا حالكم. مانة هنا أوكي لأن أنا برضو كنت أخفف دم زي هيك، بس مش داعي، مش دائما تطلع A واحد و B سالب واحد، لا حسب الحل. طيب الخطوة اللي بعدها إيش نعمل؟ بنحط شكل مجموع، بنحط من مجموع يلا مجموع مجموع من n يلا n تساوي كده لا infinity. هسا أول شغلة خليها من n تساوي واحد infinity، I'm sorry هي من n تساوي اثنين بس مش من واحد مش مشكلة. وتساوي محل a واحد، إذا مجموع من واحد على n ماينس واحد ماينس واحد على n بلس واحد بالضبط، بلس واحد from n equal 2 ل infinity. هسا اللي بدي اعمله بدي ناخذ ال sn، ما بدي اخذ ال sn. اوكي sn اعملها مجموع من k بتساوي 2 ل n، واحد على k ماينس واحد ناقص واحد على k بلس واحد ممتاز. سيرين اللي عملته sn هي بتعرف عباره عن مجموع من k تساوي واحد ل n لأيك، يعني أجت على هذا الإشي اللهم عوضت محل NK والحدود سوري غيرتها، بس البداية نفسها بس النهاية بدل إنفريتي خلتها. طب حلو كثير. طيب سيرين بعد هيك شو المفروض أعمل يا سيرين بالتلسكوبينج؟ بدنا نبلش نعوض. يلا نبلش نعوض. ليش 2K حسب شو البداية بالسؤال عدنان؟
نبلش لي ان تساوي 2 ببلش كي تساوي 2، نبلش لي ان تساوي 5 ببلش لي كي تساوي 5، ما بتفرق معي هون. ليه؟ لانه التلسكوبينج مش مشرط على شو ابلش. بس انتبه انه بالجيومتري كانت مره ان تساوي 1 وان تساوي 0، تمام؟ البدايه يعني هديك الفورمولا معروفه، بس هاي ما في شيء لهالدرجه معروف وبشرط لها البدايه، لا بالتلسكوبينج مش مشرط. ممتاز يا عدنان، حلو هذا حكي معنا انك مركز. يلا اوكي نبلش نفك. مين بيحب يفك معي؟ انا عادي. يلا سليم. بنعوض الاثنين اللي هي بتصير 1 - 1/3 بالضبط. 1 على 2 - 1 1/1 يعني هون 1 - 1 1/3 ممتازة. زائد بلس 1 على 2 - 1/4 3 - 1 2 - 1/4 ممتازة. زائد 1 على 3 بلس ماينس 1 على 5 4 + 1 بلس بلس 1 على 4 - 1/6 4 - 1/6 زائد بنعوض الفلت الان. يلا نعوض ان ماينس 2 ان ماينس 1 وان، تمام؟ وبنقدر اكثر لعلمكم، بنقدر اذا بدكم نعمل اكثر بنعمل، هي ان ماينس 3 كمان اذا جا على بالكم عادي فيش اي مشكله. طيب يلا ان ماينس 3 بنعوضها بتصير 1. بس اعطيني دقيقه انزل لانه متحمس. اوكي يلا 1 على n - 4 ممتازة بلس 1 على n - 2 ماينس، يا ربي ماينس 1 على n - 2 حلو. زائد بلس 1 على n - 3 ممتازة ماينس 1 على n - 1 ممتازة بلس 1 على n - 2 حلو ماينس 1 على n حلو بلس 1 على n - 1 حلو ماينس 1 على n - 2 1 + 1 بس 1 حلو. سالب تلت مع تلت، سالب ربع مع ربع. المشكلة لو نكمل راح يشطب البقية اللي هو السالب خمس والسالب سدس مع الباقي، يعني جربوا خذوا كمان الحد اللي بعده على مسؤوليتي راح يشطبوا. ايش راح يضل؟ راح يضل هاد لسه هون، هاد مع هاد راح يشطب، وواحد على هاد مع هاد راح يشطب، وشو اسمه هاتوا نشوف كمان ايش راح يشطب. 1 على n، لا مش راح يشطب. 1 على n - 2 بشطب. هي ما هو شطب مع هاد، هاد مع هاد. تمام. والواحد على n ماينس 3 ماينس 3 راح يشطب مع اللي، على فكره كلهم راح يشطب مع اللي قبل. بالضبط، بس هاد وهاد. هسا شوفوا لتعرفوا انهم اللي راح يشطبوا انهم اللي لا، بس خذوا حدود اكثر، بس راح تعرفوا انه كل اللي بينهم بشطب راح تضل الواحد والنص والسالب 1 على 2 والسالب 1 على n + 1 هذول راح يضلوا. طيب اذا اس ان تساوي 1 + نص - 1 على n - 1 على n + 1. اذا مش مصدقيني احكوا لي، هسا بوقف وبرد افك اكثر عشان نثبت مع بعض، تمام؟ بنفكهم مع بعض عشان نثبتهم. هسا 1 + نص اللي هي 3 على 2 - 1 على n - 1 على n + 1 بدي اخذ الليمت عشان اعرف كونفيرجنت ولا دايفيرجنت لاس ان لما n تروح للما لا نهاية. كم رح يطلع الرقم؟ شو رايكم؟ 3 على 2 ممتازين جدا. و3 على 2 - 0 - 0 لانه الليمت لهدول راح يطلع 0، ف 3 على 2. طب طلعت الاشي رقم، شو معناه؟ اذا كونفيرجنت. السؤال السم بتساوي 3 على 2 اوكي، والسم انه it has a sum امي ونوجده بس، تمام اوكي. ضل كمان سؤال للتلسكوبينج وكتير مهم. يلا هذا السؤال، ضربت عينكم على مكان معين بنعمل فيه إشي ولا لا؟ اللين. طيب ايش بعمل فيه؟
لأنه الداخل اللين هو كسر، فهي لين لين الان ماينس لين الان بلس واحد. ممتازة. لين A over B عبارة عن لين الـ A ماينس لين الـ B، وللضرب لين A ضرب B هي لين A زائد لين B. طيب طبعا لحد الآن يا جماعة فيش إشي بدل لي إيش نوعها بصراحة، أنا بالنسبة لي لحد الآن مش شايف فيه إشي، بس لما نمشي هسا بالحل بنشوف شو راح يطلع معنا. هاي مباشر هي عبارة عن سيجما لين N minus لين N plus 1 from N equal 1 to infinity. تمام؟ أوكي، لو أنا بدي أخذ SN إيش بتكون؟ summation من كي بتساوي واحد للما لا نهاية ال N. ما لا نهاية ولا N؟ N N N قلب طبعاً N طبعاً N. حلو أوكي لا حكينا هاي ال infinity هون ال N. طيب لين ال K minus لين ال K plus واحد. حلو كتير لين ال K plus one. طيب برضو لحد الآن أنا شخصياً مش شايف في إشي دللي شنوعها، تعالوا نجرب نفكها. بنعوض. يلا. لن الواحد. لن الواحد صفر. حاضر. ماينس لن الاثنين. ماينس لن الاثنين. زائد. بلس لن الاثنين ماينس لن الثلاث. حلو. زائد. بلس لن الثلاث ماينس لن الأربعة. حلو. وبنكمل. لن الأربعة ماينس لن الخمسة ولا حاضر لن الأربعة ماينس لن الخمسة ومنكمل سيرين زي قدوية تتصي الصغار عد حاضر يلا بنعوض الان شوي معوض لها شغلات ان ان ماينس وان ان ماينس اثنين أوكي. ان ماينس اثنين نقدر نعوض أكثر أكيد نقدر نعوض أكثر ما في شيء مشكلة بس أنا بدي أعوض هدول يلا نشوف شو بيصير معنا لن الان ناقص اثنين حلو ماينس لن الان ناقص واحد ناقص بلس لن الان ناقص واحد ماينس لن الان حلو بلس لن الان ماينس لن الان بلس واحد اوكي شوف من هذا الشكل بلشت تلمح لي فكرة انه السيريز عبارة عن فكرة اخر اللي هي ماينس تلسكوب من اللمحة هاي والله يرضى عليه في إشي راح يشطب كتير مع أشياء بلمح نهاية تلسكوبينج حلو؟ طيب هاي مع هاي طارت هاي مع هاي ودعت هاي مع هاي ودعت لأن الخمس مع اللي بعدها راح تودع وهاي مع هاي ودعت وهاي مع هاي ودعت شو صفة عنا؟ الوحدة اللي ماينس لن الواحد لن ان بلس واحد وانا زيرو زيرو بس استفيدش منه إذن Sn يساوي سالب لين n plus 1 صح؟ طيب الليمت لSn لما n تقول للما لا نهاية عبارة عن ما لا نهاية سالب ما لا نهاية ممتاز سالب ما لا نهاية لأنه لين الما لا نهاية هيها هي اللين كل ما أروح أنا للما لا نهاية بيقترن عم بروح للما لا نهاية إذا هذا جوابه ما لا نهاية ما لا نهاية زائد واحد ما لا نهاية لأن ما لا نهاية ما لا نهاية وسالب في ما لا نهاية سالب ما لا نهاية شو رأيكم شو يعني هذا الحكي إنه divergent ونفهم ممتاز إذا السيريز is divergent and there is no sum ما إلها مجموع واضح الأمور لحد هون واضحة أكيد أكيد يا جماعة أكيد بس أكيد. ما معلومات كثيرة هي معلومات كثيرة بعرف والله بعرف طلعوا خلصنا الأولى جيومتريك الثانية تلسكوبينج الثالثة اللي هسه بدنا ناخدها واللي راح أحكي عنها معلومة وأوقف هي الهارمونيك سيريز الهارمونيك سيريز الجيرال فورمولا إلها عبارة عن سيجما واحد على N from N equal 1 to infinity طلعوا بأسهل الحياة is always divergent تخيلين
حتى هي دايمرج تخسرها بس لحد هون خلاص هي دايمرج. الهارمونيك سيريز هاي صيغتها الوحيدة أو العامة تمام؟ وهاي الصيغة متى ما شفتها مباشرة احكي له إنها هارمونيك سيريز والهارمونيك is always divergent. البروف موجود بالكتاب لأنها divergent، لكن أنا بدي أحكي لكم بس أصبروا علي بزيادة سكشن بس مش أكثر من هيك، سكشن أو سكشنين يعني بالسكشنز القادمة أعتقد كمان سكشن. هاي رح تكون حالة خاصة من حالة كبيرة نعرفها تمام؟ مباشرة من هو من هذيك الحالة العامة باخذ الحالة الخاصة وبثبتها، فيش داعي لإثبات الكتاب. هناك رح تكون واحد على إن قوة بي وباخذ حالات لبي بي تساوي واحد صفر أبصر شو أبصر شو، وهاي رح تكون حالة خاصة لما بي تساوي واحد ومباشرة بثبتها. واضحة شو هارمونيك سيريز؟ يا ريت كل السيريز زيها. واضحة؟ Is everything okay؟ أعطينا مثال. ولا مثال ولا إشي، تيجي بضع دائرة. Is واحد سيجما واحد over n from n equal 1 to infinity convergent or divergent؟ خلصنا. طبعاً كحل، حتى كحل هارمونيك سيريز بطلت أعرف أكتب من الحماس. هاي divergent always divergent always divergent. خدت علي؟ أوكي أوكي نعمل stop لحد هون.